بعد خلاف عائلي سببه ضيق السكن، وجدت السيدة خيرة وابنها الوحيد نفسها في رحلة مشقة وتشتت استمرت لسنوات ضاقت فيها مرارة الإقامة داخل الكوخ القزديري. فنيد الحالة اللي عايشة فيها من 94 خرجت من عند خويا، الله غالب عليه. بدات الدوسي في 2006 ما جاوا ما شافوا حالتي. تواجه السيدة خيرة ظروفا صعبة في البقاء في غرفة سقفها هش وجدرانها طين لا تحميها من لسعات البرد بعدما فقدت زوجها في العشرية السوداء. الله غالب عليا، جايبة خيط تعطاو من عند الناس، كنت 14 عام وانا عايشة على شمعة في البرد، في ليلة النوم بات في الماء في حفرة وفي السمش في وقت الصيف وقت السمش نخلص. انا طالبة يعطوني حفرة ندرك فيها راسي انا وولدي، هذه اللي طالبتها، طلب من ربي ومنها. هذه الأم التي أرادت لفلدة كبدها حياة أحسن من الحياة الصعبة التي عاشتها وما زالت تتجرع مرارتها، وكل أمالها أن تلتفت السلطات المحلية لحالتها المزرية. من في 20 عام عايشة وأنا مردك لبقيت كتاتي واش من حالي حالتي، أنا راني بنادم وبين الناس برك.